تحية إكبار وإجلال لهؤلاء الأبطال وكل من يمد يد المساعدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. هل تعلم أنهم يجازفون بحياتهم ليساعدوا مريضاً؟ هل تعلم أنهم شابات وشبان رفضوا التخاذل؟ هل تعلم كم هو صعب ارتداء هذه البزة البيضاء والبقاء بها أثناء الخدمة؟ هل تعلم كم يتعبون ويسهرون ويضحون لأجل خدمة الإنسان؟ هل تعلم أن التكاليف باهظة جداً؟ ابق في منزلك واحجر نفسك ولا تنسى أن تحول بيتك كنيسة وتصلي وتذكر العالم بصلواتك.